يربط الإعلام الإسرائيلي وحتى الأمريكي بين مآلات موجة التصعيد الأخيرة بين إسرائيل والفلسطينيين ومستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو الذي نجح معيدا اندلاع موجة العنف في تقويض محادثات خصومه لتشكيل ائتلاف حاكم يعرف باسم كتلة التغيير. ينضم إلي عبر سكايب لنتوسع أكثر في هذا الحوار من الناصرة وديع عواودة المحلل السياسي ومن القدس إلي هزان مدير الشؤون الخارجية لحزب الليكود. مرحبا بكما، شكرا جزيلا لتلبية الدعوة. أبدأ معك أستاذ هزان، تكرمت تعليق سريع لمدة دقيقة فقط على الأوضاع القائمة الآن ومدى لربما الدور أو الدور الذي لعبته السياسة الداخلية الإسرائيلية في المشهد الآن، دقيقة فقط. Yes, I see no connection in a contrary to the fairy tales and the urban legends that there is allegedly any connection between the political situation in Israel and the confrontation in Gaza. Look, we had confrontation in 2014 without any election. هناك مواجهة كانت في 2014 بدون أي انتخابات، وفي 2008 بدون أي انتخابات، و2012 بدون أي انتخابات. المسألة بسيطة. حماس تطلق صواريخ مرارا وتكرارا، وآخر مرة عبرت أو تجاوزت الخطوط الحمر وأطلقت صواريخ على القدس. هذا شيء لا يمكن أن نقبله، وأيضا لا يمكن أن نقبل إطلاق حماس صواريخ على الجنوب. لذلك قررنا إنهاء الوضع بغض النظر عن الموقف السياسي في إسرائيل. وأيضا كما تعرف بيلي جانتس منافس سياسي لنتنياهو، هو لا يحب نتنياهو ويريد منه أن يتنحى جانبا، وهو كوزير دفاع يعرف بالضبط الموقف وحاجتنا لهزيمة حماس. السؤال ذات لحضرتك، تفضل أستاذ وديع، دقيقة إذا تكرمت. نعم، المكان والزمان لهذه المواجهات تحيلان على أن هناك اختلاط في الأوراق، وأن نتنياهو خلط شعبان في رمضان، المصالح القومية لإسرائيل مع المصالح الشخصية والحزبية له، بدليل أن إسرائيل لم تقم بالسنوات الأخيرة في رمضان بإغلاق باب العمود بحواجز حديدية، لم تقم بدخول المسجد الأقصى وإطلاق قنابل صوتية في ليلة القدر وقنابل مسيلة للدموع داخل الأقصى، كذلك الأمر في الشيخ جراح. كل ذلك جاء يعني بتوقيت بالتزامن مع بداية تشكيل حكومة بديلة. بالإضافة إلى ذلك وبهذه العجالة أقول وأكتفي لحسم الموضوع، هناك أوساط إسرائيلية وليست فلسطينية تقول إن نتنياهو كان يخطط لإشعال هذا الحريق من أجل هذا الهدف. جاء ذلك على لسان رئيس الحكومة الأسبق إهود أولمرت للمرة العاشرة اليوم، وكان قد نبه بذلك أو نبه عن ذلك قبل نحو 3 أسابيع. أشكرك. تبعته رئيسة حزب العمل اليوم ميراف ميخائيلي، وكذلك عدد كبير من المعلقين الإسرائيليين في صحيفة هارتس. أشكرك، ولكن لهم أيضا يلقى على جزء من الأحزاب العربية في الداخل التي ساهمت بفصل الفلسطينيين عن القضية الفلسطينية والتوجه أكثر للتحالف مع نتنياهو أو التحالف مع الحكومة الإسرائيلية، يلقى لوم كبير عليها أيضا في الوصول إلى هذا المشهد في داخل أيضا الأوساط العربية. أستاذ وديع، هناك يعني حزب أو القائمة العربية الموحدة وهي الحركة الإسلامية الشرق الجنوبي ليس سرا أرادت أن تخطو خطوتين إلى الأمام وتحاول أن يعني تتحالف مع من موجود في السلطة بصرف النظر عن هويته السياسية، وهذا باتجاه هذا قبل الأحداث. هذا قبل قبل الأحداث هذا الكلام. نعم نعم، يعني لا علاقة للحرب بمواقف سياسية لهذه الجماعة. يعني عندما نشاهد أن وكالة البث الإسرائيلية تقول بأن القائمة العربية الموحدة تعود وتؤكد على موقفها ما هو قبل الأحداث، هذا ليس مضرا بالمواقف السياسية والصوت الذي تنادي به أو ينادي به ممثلو العرب بأنهم يقفون إلى جانب الفلسطينيين، التأكيد على الاستمرار بالتحالف مع نتنياهو بعد هذه الصورة التي يرسم عنها الشارع العربي في الداخل، يرسم الصورة عن نتنياهو، معقول؟ نعم، لا أنا القصد عزيزي إنه هناك يعني توجهات تدعو إلى هذا الانخراط أو إلى هذا الموقف البراغماتي إن شئت. هناك من يعتبره موقف متأسر، ولكن هذا لا يعكس المينستريم التيار السياسي المركزي لدى العرب الفلسطيني في إسرائيل.
الأغلبية الساحقة من الفلسطينيين والإسرائيليين حتى الآن تتحفظ من التعاون السياسي مع نتنياهو بالذات ومع اليمين بشكل عام، وتفضل أن يكون مثل هذا التعاون من خلال يعني دعم من الخارج ومن خلال وجود أحزاب تميل إلى الوسط وإلى اليسار. وجود نائب منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة في هذا الموقف السياسي يعني أول شيء هو أضر بنفسه وأثار كثير من الزوبعة ومن الانتقادات في الشارع العربي ضده، وهناك أيضا انتقادات داخل القائمة العربية الموحدة في هذا الموقف. ولكن هذا ربما إن كنت تريد أن تربط بين هذا وتلك الحرب على غزة، يعني هناك من يدعي من الأوساط الإسرائيلية وكأن الفلسطينيين في إسرائيل ساهموا في إشعال هذه النار أو هم جزء من هذه الحريقة الكبرى في البلاد الآن. لا، هذا ليس صحيح. هذا يدل على أن المواطنين العرب يتجهون لأن يكونوا مواطنين من الدرجة الأولى دون نسيان هويتهم الوطنية الفلسطينية. هل هذه الصورة هي بالفعل بالداخل اليوم أستاذ إلي؟ هل انفلت الداخل العربي في إسرائيل وانعكس اليوم بشكل غير متوقع وتحولت فوهة بين قوسين السلاح وأصبح منفلتا وبدأ يتجه باتجاه إسرائيل؟ وفي نفس الإطار يعني لربما هذا ما هو الدور يعني هذه الأحزاب والقيادات السياسية التي من المفترض أن الخطوط مفتوحة ما بينها وما بين قيادات الليكود اليوم في ضبط الوضع في الداخل؟ الإجابة لا. أعتقد أن أغلبية المواطنين العرب في إسرائيل لا يريدون أي مواجهة مع اليهود. انظر على الأرقام، لدينا حوالي 2 مليون مواطن عربي و1.5 مليون، وانظر على الذين شاركوا في الشغب 1000 2000. أعتقد أن الأغلبية غير معنية بالقضايا الوطنية، فهي تريد الاندماج في المجتمع الإسرائيلي ولا يريدون أن يكونوا معادين للصهيونية، يريدون حقوقهم. دقيقة كيف فوائد اقتصادية. تسمح لي كيف ذلك؟ يعني أنت تتكلم يريدون حقوقهم وفوائد اقتصادية، أنا معك، دعنا نضع ذلك كله تحت مظلة الأمن الشخصي يا أستاذ هزان، ولكن ما يجري بالشارع هو مختلف. هناك سلاح، هناك عمليات قتل، المشاهد التي رأيناها في مناطق كثيرة كانت أشبه بساحة حرب اليوم لم نكن نتوقعها سابقا. نعم، أولا رأينا في عام 2000 أكثر تشدد. مرة أخرى انظر على الأرقام، أعداد الناس الذين يشاركون في هذا العنف أعداد صغيرة نسبيا، لأن الأغلبية تريد مرة أخرى، هي ليست صهيونية وليست لها مواقف صهيونية، ولكن دولة إسرائيل ناجحة وهم يعرفون أن بإمكانهم الحصول على فوائد اقتصادية، لا يريدون أي حرب على الإطلاق. وإذا سمحت لي أن أضيف، انظر على منصور عباس. منصور عباس هو انعكاس عن هذا الموقف، والقائمة العربية حصلت على 6 مقاعد، ليست هذه أغلبية. هؤلاء يريدون الاندماج في المجتمع الإسرائيلي والحفاظ على هويتهم الوطنية، ولكن جزء من دولة إسرائيل. طيب تعليقك بشكل سريع أستاذ وديع، هذا رد على ما قلته حضرتك قبل قليل أن هناك الأغلبية الساحقة تعارض ما قامت به القائمة العربية الموحدة. نصف دقيقة أرجوك حتى أنتقل إلى قضية الحكومة الإسرائيلية بسرعة رجاء. صحيح أن هناك أقلية قليلة جدا قد شاركت في أعمال اعتداءات على ممتلكات وعلى معابد وعلى مواطنين إسرائيليين، وكان طبعا هذا مقابل اعتداءات أخرى من يهود على العرب، ولكن الأغلبية الكبيرة من المواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل غير راضية عن الوضع الراهن وشاركت في المظاهرات والاحتجاجات الشرعية، ولا يمكن لإسرائيل أن تمر مر الكرام على ما هو موجود اليوم. ينبغي أن تعود وتتعامل مع هؤلاء كمواطنين متساوين. بعد 70 عاما كفى لكل عمليات التسويف ومحاولات الكذب بالطريقة الدبلوماسية، حان الوقت لأن يعامل هؤلاء وهم أبناء البلد الأصليين كمواطنين متساوين. العرب في الداخل اليوم يفضلون حكومة أو يعني يتفائلون بالقدرة على تشكيل يائير لبيد لحكومة يستقبلونها بصدر رحب؟
نعم بطبيعة الحال، يعني بالنسبة لهم نتنياهو وإن غير اللهجة وغير موسيقى الكلام والمواقف، لكن كل العالم يدرك أن هذه اعتبارات تكتيكية. نتنياهو كان ولا يزال يعتبر العرب في إسرائيل يعني جزء من الخطر وجزء من العدو وجزء من الطابور الخامس، ولذلك هو أراد تخدير العرب كي لا يتدفقوا على صناديق الاقتراع، ولذلك كل تصريحاته هي تصريحات الاستهلاك المحلي، ومواقفه مواقف متشددة. العرب في إسرائيل لا يصغون إلى لسان نتنياهو بقدر ما ينظرون إلى ما تفعل أياديه، ولذلك لبيد هو أقرب بالنسبة للقائمتين إن كانت المشتركة أو الموحدة، ولكل مجمل المجتمع العربي من حيث المواقف السياسية. ونتنياهو يريد تعطيله، هذا ما يسعى إليه نتنياهو أستاذ إلي، هذه الهدية التي يعطيها نتنياهو لخصومه الآن بمنعهم من تشكيل الحكومة. ووصلنا إلى مشهد الآن بأنه يبدو أن إسرائيل فشلت على الابقاء على الوضع الذي جاهدت للوصول إليه، الفصل ما بين قضايا غزة وقضايا الضفة الغربية. هذا ما أوصل نتنياهو الوضع إليه أمام السعي لتشكيل حكومة جديدة من خصومه. أولاً دعني أرد على ما قاله المتحدث. استثمرت حكومة نتنياهو ملايين الشواكل في المجتمع العربي لدمجه في المجتمع الإسرائيلي. استثمرنا مليارات الشواكل في البنى التحتية والتعليم المدني والتعليم. لا توجد حكومة أخرى في تاريخ دولة إسرائيل فعلت ذلك. المتحدث السابق قال نتنياهو لا يهتم بالمواطنين العرب. هذه كذبة، هذا غير صحيح. هناك يزبك دعم سمير قنطار الذي قتل طفلا. نحن ضد أناس من مثل هؤلاء. سألتم عن غزة ومناطق أخرى. في 2007 أعضاء حماس قتلوا قائد لمنظمة التحرير الذي هرب إلى يهودا والسامرة. كانت هناك منازعات داخل السلطة الفلسطينية والمجتمع الفلسطيني. يقولون نتنياهو يحاول أن يقوض مساعي لبيد لتشكيل حكومة. نعم، هذه لعبة سياسية. طيب، وبالنهاية وصلنا إلى نتيجة أن نتنياهو دفع أكثر باتجاه الحرب واستمرارها اليوم لأنه لم يبقى لديه رصيد من خلاله يمكن شراء المزيد من الهدوء في غزة؟ لا، عليك أن تتذكر وأنا أتحدث بالحقائق. في تاريخ دولة إسرائيل الفترة الجيدة كانت في عهد أو أهدأ فترة في عهد نتنياهو، ونحن نحاول هزيمة حماس لأننا لا يمكن أن نحتمل إطلاق حماس الصواريخ على الأطفال والأبرياء. في الأسبوع الماضي قتلوا طفلا عمره 6 سنوات بجانب حدود غزة. العالم يجب أن يفهم هذا. وإذا فكرت في المسألة، حماس تستخدم الناس للدفاع عن أسلحتها، ونحن نستخدم السلاح للدفاع عن شعبنا. هذه هي معادلة هذا النزاع. أستاذ وديع، السؤال الأخير ذاته لحضرتك فيما يتعلق بمحاولات إسرائيل لفصل القضايا في الضفة عن ما يجري أو عن قضايا غزة، ولكن عودة اليوم لربما أو الثقل تغير الثقل ومركز لربما قرار الحرب والسلم تحول إلى غزة، هذا ليس مريح للسلطة الوطنية الفلسطينية أيضا كنتيجة. طبعا بالتأكيد، ولكن قبل ذلك ربما إن سمح يعني سمحت لي بجملة واحدة بسرعة، عندي نصف دقيقة أو أقل، تفضل. نتنياهو فشل في إدارة الصراع واستراتيجية تكريس الصراع بين غزة وبين حماس، وبهذا الحرب بدلا من أن يكرس الخلاف بينهما وحد كل الفلسطينيين. المصلحة الإسرائيلية العليا، ليس مصلحة الفلسطينيين فقط، تقتضي أن تدفع إسرائيل أن تنظر أمام المرآة وتعيد كل السياسات من أجل تسوية هذا الصراع بتسوية الدولتين،
وإقفال هذا الحرب، لأن إسرائيل تجرب مرة تلو المرة الحرب والنار والبطش والقوة والمزيد من القوة في غزة، ونعود لنفس النتيجة، هي لنفس النتيجة والفلسطيني لنفس النتيجة. إسرائيل هي الأقوى، هي الطرف الأقوى، وهي الدولة المنظمة والكبرى والدولة العظمى الإقليمية. حان الوقت لأن تتحمل مسؤوليتها وأن تعمل من أجل حل هذا الصراع بدل من أن تديره. وهذا ضعف الإيمان، وهذا مصلحة إسرائيلية عليا. الوقت أدركني سامحني. وديع عوافدي المحلل السياسي عبر سكايب من الناصرة، شكرا لك. ومن القدس إلي هزان مدير الشؤون الخارجية لحزب الليكود، أشكرك جزيلا.